يا مساء الفل والورد والياسمين. الزهور او النباتات ليها معانا حكايات وروايات كتير، منها اللي بيعبر عن الحب او الجمال ومنها الكيان. بس خليني احكي لك حكاية قبل ما نبدأ الفيديو ممكن تكون مفيدة ليا وليك او ليك. يقولوا ذات يوم في المساء وفي الحديقة جلس ثلاث اصدقاء، كان الاول ضرير والثاني اصم والثالث ابكم. كان الضرير يرى بعين الاصم والاصم يسمع باذن الابكم والابكم يفهم من حركات شفاه اللي. وكانوا التلاتة في وقت واحد بيشمون رائحة الزهور مع خلاصة الحكاية اصدقاء المهنة عمرهم طويل، اما اصدقاء المواكب فعمرهم كاعمار الزهور بينتهي مع نهاية الموت. فلا تندم على حب وقت اعيشته حتى لو صارت ذكرى تؤلمك، إذا كان الزهور قد جف وضاع عبيرها ولم يبقى منها غير الأشواك فلا تنسى أنها منحتك يوما عطرا جميلا أسعدك. هنا في فيديونا النهاردة هنتكلم على أغرب أنواع الزهور أو النباتات. تعال نشوف نبات ميومسا بوديكا، النبتة الروحية أو النبتة الحساسة أو النبات الخف، دي كلها أسماء لنبات ميومسا بوديكا. هذه النبات أغرب النباتات الموجودة في العالم، لا يسعه أن يسير إعجابك، فأخف لمسة لأوراق هذا النبات ستجعله تنطوي إلى الداخل في رقصة رشيد، مما يؤدي إلى مشهد ساحر. ده بيخليك تشوف دور عالم النبات اللي بيلعب دور الميت في مشهد جميل جدا لدرجة أنك تريد أن تشاهد هذا المشهد مع التكرار. فقط عدد قليل من أنواع النباتات اللي بتقدر تظهر هذه الحركات الزلزالية. يتوقع علماء النباتات انها بتعمل على تقليل الجاذبية الحيوانات العاشبة، وده بيساعد ايضا على البقاء على كده الحياة اثناء الاجهاد البيئي. وبعد حوالي 10 دقائق بتتجلى الاوراق مرة اخرى، فقط تنطوي على الفور عند لمسها مرة اخرى. سبحان الله. زهرة رافسيليا ارنولدي. رافسيليا ارنولدي اغرب النباتات اللي على وجه الارض، وتعتبر من اكبر الازهار في العالم. موطنها الاصلي جنوب شرق اسيا، وهي ايضا من اندر الازهار الموجوده في العالم، وهي ليست كابناء عمومتها من الازهار ذات الرائحه الجميله. هذه الزهره ليست ليها رائحه جميله، بالعكس من ذلك تماما، فان الزهره التي يبلغ وزنها حوالي 15 رطل ينبعث منها رائحه اللحم المتعفن. وينمو هذا النبات الطفيلي الى عرض 3 اقدام وليس له اوراق او بذور او حتى صوت، وانما يعلق نفسه على نبات مضيف للحصول على الماء والمواد المغذيه، ثم يقصفها برائحته النتنه مما يجذب الحشرات التي تلقح هذا الوحش الجميل. نبات الإدليك العملاق. يعتقد انه اكبر نبات اكل لحوم في العالم، ومن اغرب النباتات اللي موجودة على وجه الارض. يضع نبات الإدليك العملاق نفسه في حالة من عدم التقلب رأسه على عقب من خلال عدم كونه نبات تأكله الحيوانات، ولكنه نبات يأكل الحيوانات. وفي حين ان النباتات اكلة اللحوم ليس شيئا جديدا، فعندما اكتشفوا سير ديفيد وكانه فوجئ بحجم ابريقه الكبير والذي يبلغ قطره قدما تقريبا ويتكون من مصادة كبيرة على شكل كوب. وقال عالم النباتات سوارت ماكسون الذي كان ضمن الفريق الذي اكتشف النبات في وسط الفلبين حول فم الابريق، توجد افرازات من الرحيق الذي يجذب الحشرات والحيوانات الصغيرة، وهي تحتوي الحافة على كثير من المادة الشمعية التي تشير الى الاسفل والتي تساعد الفريسة على السقوط مباشر في الإبريق. فالإبريق نصف ممتلئ بسائل يتكون من الأحماض والأنزيمات اللي بتساعد على تكسير فريستها. ويضيف لقد تطورت هذه النباتات لتلتقط الحشرات، ولكنها في مناسبات نادرة تصطاد الفئران والجزران. وعلى الرغم من أنهم لم يلاحظوا وجود جرزة أو عفار عندما اكتشفوا، لكن تركوه بعض الوقت ليكتشفوا أن موجود في قلب النبات عثروا على قدسة فأر. نبات يوليتشيا، اسمه من اللغة اللاتينية بمعنى الرائع، والنبات المذهل من الصحراء ناميبيا لا يخيب املك عند النظر اليه، الا انه قد لا يكون هناك الكثير للنظر اليه، الا ان النبات او النشا الرائع لانه يحتوي على ورقتين فقط، وهذا كل شيء، اثنان فقط، وله جذع صغير جدا جدا جدا، وتنمو منه الاوراق وتنمو ثم تصبح ممزقه ومرهقه وتتراكم في فوضى كبيره مع تقدم في السن، لكنه يستمر في النمو. وهنا تبرز النشا الرائعه حقا، فهي تستمر في النمو المتوسط لمده حوالي 600 عام او نحو ذلك. ويعتقد بعض الانواع الاكبر حجما تبلغ من حوالي 2000 عام. وكأن النبات فوليشيا الاغرب النباتات الموجودة عندما ضرب الكواكب القاطر كوكبنا قبل 75 مليون سنة، وفضل لحد ما جاء العصر الثلجي، ولقد نجا من الحرائق والافات وشاهد موكبا لا نهاية له من الحشرات الجديدة والفيروسات والطفيلات والناس والطرق والحروب المحلية. وبطريقة ما حتى اليوم هناك الالاف منها في صحراء ناميبيا. كيف نجا لا نعرف، ولا نعرف لماذا نجا.
نبات كرة البوسبل. نبات كرة البوسبل وجد في صحراء كارلو في جنوب أفريقيا، تم تسميته بذلك بسبب شكله الغريب الذي يشبه كرة البوسبل، ولا تغطي هذه النبتة أي أشواك، وهذه النباتات في البرية نادرة جدا، يوجد بس في الحدائق النباتية والمختبرات، وتساعد الساق المستديرة السميكة على تخزين الكثير من الماء استعدادا للسنوات الجافة، وهذا يمكن النبات من البقاء من دون أي مصدر خارجي للمياه لسنوات. تظهر أزهار هذه النباتات من منتصف الجذع الكروي، وهذا يجعله من أغرب النباتات الصحراوية في الأرض، وهي من النباتات المعرضة للخطر الانقراض، ولأن نموها بطيء فالثمرة الواحدة تحتوي على بذرتين أو ثلاثة فقط. نبتة قناق الذباب أو مصارة فينوس هي احدى نباتات اكلة اللحوم، تنمو عادة على شكل تجمعات من 7 نباتات او اكتر، محيطة بساق مركزي يصل ارتفاعها الى حوالي 30 سنتيمتر، وتوجد في منطقة صغيرة من المناطق الساحلية في ولاية كارولينا الشمالية والجنوبية في الولايات المتحدة الامريكية، او في المستنقعات التي تفتقر تربتها الى النيتروجين، وتتغذى غالبا على الحشرات الطائرة كالنحل والذباب والعنكبوت او الضفادع او الحيوانات الصغيرة الاخرى، حيث تمسك الحشرات بين اوراقها وتقوم بهضمها، لان هذه النبتة تحتاج الى ملح يسمى النترات الموجود بقدر كاف في طعامها. تتميز هذه النبتة بالقدرة على الحركة بسرعة فائقة على خلاف النباتات الأخرى ذات الحركة البطيئة أو التي لا تتحرك أصلا. يصل ارتفاع خناق الذباب إلى حوالي 30 سم. يشبه هذا النبات في شكله مصادة حقيقية أو فم بأسنان طويلة وحادة، وهي عبارة عن ورقتين ذات لون أخضر، في كل ورقة توجد عدة شعيرات صفراء اللون أو في بعض الأحيان حمراء اللون على شكل إبر أو أشواك. يمكن لبعض الفصائل إفراز مواد سامة من هذه الأشواك لقتل الفريسة أو تغدرها. يتمكن هذا النبات من اصطياد فريسته عبر ألوانه الزاهية التي تجذب إليه الطرائق. عندما تلمس الحشرة ورقة مصيدة فينوس ينغلق عليها الجزئين فجأة، وتحكم الشعيرات قبضتها عليها. بعد احتجازها للفريسة بتبدأ عملية الهضم، فأول حاجة بتفرز عصارات هضمية ثم تقوم بهضم الحشرة أو امتصاصها شيئا فشيئا. تنمو مصادة فينوس عبر عدة مراحل، اولا تنمو الساق الصغيرة، ثم تبدأ النبتة بالظهور في البداية وتكون على شكل ورقة بدون اشواك، ثم تأخذ شكلها الطبيعي، ثم تصبح قادرة على اصطياد الفريسة. ان كنت مكمل معايا لغاية اخر الفيديو، فانا بحب ان انا اشكرك واوجه لك اجمل التحية. انا احمد المصري، كنت معكم، السلام عليكم.